وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أهنيكم بتحية الإسلام، سلام عليكم جميعا. ألقي أمامكم خطبة قصيرة على الاحتفال بذكر مولد الشريف النبوي إن شاء الله. قال الشاعر العلامة أحمد شوقي: ولد الهدى فالكائنات ضياء. وقال الصحابي الجليل شاعر النبي حسان بن ثابت: وأحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أيها المشاهدون الكرام، أن الاحتفال بيوم مولدي رسول الله صلى الله عليه وسلم زحر من مظاهر تعظيمه وعلامات من علامات محبته. ومن المعلوم أن التعظيم النبي ومحبته أصل من أصول الدين، واستشهد بالحديث رواه الإمام البخاري. الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال تعالى: وذكرهم بأيام الله. ولا شك أن أعظم أيام الله قدرا هو يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة مشروعية الاحتفال قوله أيضا من القرآن، قوله تعالى في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسيره لهذه الآية: فضل الله هو العلم، ورحمته محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأختتم قولي بهذا الكلام: قد كرم الله تعالى الأيام التي ولد فيها الأنبياء عليهم السلام، وجعلها أيام سلام. فقال تعالى في سورة مريم: وسلام عليه يوم ولد. وأقول قولي هذا، أستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.